مساء الخير ومساء البهجة والسعادة ويوم جديد ومقال جديد مهم جدا بيفتح قضية خطيرة جدا، الجامعات الخاصة والأهلية، الفرصة والمنحة والدهشة، مما هو مندهش الدكتور حسام بدراوي الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. من أين مصدر الدهشة وما هي الفرصة وما هي المحنة؟ أعتقد أن ده حديث سوف يكون مهم جدا لما يناقشوا معايا الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم. والاستاذ رفعت فياض بالفعل واحد من المراجع الاساسيه في هذا التخصص، يعني انا بعتبر ان قطاع الجامعات ده دايما عنوانه او احد عناوينه الرئيسيه الاستاذ الكبير رفعت فياض. اهلا بيك. اهلا بيك استاذ حمدي. دكتور حسام، انت قلت فرصه ومحنه ودهشه، اولا ايه مشكله الجامعات الاهليه كما ترى؟ ان احنا مش متفقين على تعريف الجامعة الأهلية أصلاً. الجامعة الأهلية في التعريف الدولي هي الجامعة التي ينشئها المجتمع المدني. أيوة. وإذا شاركت الدولة في إنشاء جامعة أهلية فده يبقى بعطاء منحة سواء بأرض أو مبنى أو، لكن لا يوجد من ورائه عائد يعود على الدولة. كويس. وده تشكيلة الجامعة الأهلية، ده حسب التعريف الدولي. إحنا الجامعات الأهلية اللي نشأت أولاً في إطار التوسع في التعليم العالي أضرب تعظيم سلام. كويس. لأن إحنا محتاجين توسع في التعليم العالي، لكن التوسع ده لازم يكون في إطار منظم وفي جوه فلسفة. اشرح لي شوية. يعني هقول لك، إحنا في مصر عندنا جامعات حكومية اللي هي أساس التعليم العالي اللي بتضم 3.5 مليون طالب، وجامعات خاصة ما فيهاش أكتر من 300 ألف طالب، يعني إحنا بنتكلم على أقل من 5% أو 6%. كم جامعة خاصة؟ 26 جامعة. 26 جامعة حكومية و 26 جامعة خاصة موازية لها وأربع جامعات أهلية. يعني عندنا 26 جامعة خاصة فيها 300 ألف. أيوة. و 26 جامعة حكومية فيها 3.5 مليون. إجمالي الجامعات الخاصة كل ما هو فيها يمثل 7.5% مما قبلته الجامعات الحكومية. جميل. يعني أقصد أقول إن حجم الجامعات الخاصة قليل. الفلسفة بتقول إن مفيش تعليم عالي يقوم على المؤسسة الربحية التجارية، ده الأساس. التعليم عموما يا إما مهمة الدولة الرئيسية كمقدم خدمة زي التربية والتعليم، أو كمنظم ومراجع للخدمة زي التعليم العالي. ويبقى التعليم اللي من غير اللي هو العام ده الأساس. فأنا لو عايز أتوسع لازم أتوسع في التعليم بتاع الدولة. نخش بقى ان في جامعات اهلية في العالم كله. الجامعات الاهلية بتيجي مع نضوج الثروة، يعني القطاع الخاص اللي بتنضج ثروته يبتدي يحط منها في التعليم، يعمل وقفية. يعمل بيها بالظبط. الجامعات الاهلية اللي الدولة عايزة تشجعها بتشجعها بمنطق انها مالك ومنافس، وده اللي انا مش موافق عليه. وقف عند دي. الجامعات الاهليه مالك، الدوله هنا مالك ومنافس، ايه يعني انت تتعامل مع هذه المقوله ازاي؟ لا، انا اتفق تماما مع وجهه نظر الدكتور حسام، وانا كان لي شرف ان انا ازور احدى الجامعات الاهليه وقتما كان لا جامعات اهليه بره وقتما كان الدكتور فتحي سرور وزيرا للتعليم. كويس. ورحنا شفنا جامعة أهلية في تركيا كان أنشأها شخصية مشهورة جدا هناك اسمه إحسان دوغراماتشي، وكانت قائمة على الهبات والعطاء، وحتى أوقف سرير نومه بعد وفاته على هذه الجامعة. كويس. دي فكرة الجامعة الأهلية زي جامعة القاهرة لما بدأت سنة 1908. سنة 1908 تبرع الأميرة. جامعة هارفارد ما هي جامعة أهلية أستاذ حمدي، يعني بس من عائد البحوث وعائد المشروعات وعائد التبرعات والهبات أهلية. نعم، هناك عدة روافد بدأت تظهر بالنسبة للتعليم الجامعي في مصر. بعد الجامعات الحكومية أصبح عندنا فروع لجامعات دولية في العاصمة الإدارية الجديدة،
وبدأت قبلها الجامعات الخاصة وعددها زي ما أشرت حوالي 27 جامعة خاصة، لكن إجمالي المقبول فيها لا يزيد عن 7.5 أو 8.5%. ثم الجامعات الأهلية وهي أصبحت دلوقتي 4 جامعات أنشأتها الدولة بالكامل. نعم أتفق مع الدكتور حسام أنها قد تكون هبة في البداية على أساس تشجع وجود مثل هذه النوعية من الجامعات الأهلية، يعني عاملة نموذج، لكن كان المفروض أنها تكون مكملة لشكل التعليم الجامعي في تخصصات غير موجودة لا في الجامعات الخاصة ولا في الجامعات الحكومية. وهذا مش متحقق؟ لا للأسف. يعني مثلا هدي لحضرتك مثلا كليات الطب في الجامعات الحكوميه الاهليه، هنا طب وهنا طب وهنا طب. أيوة. وموجود في الجامعات الخاصه كليات طب. انت كنت تقصد ان يبقى طب مثلا تخصص معين، تخصص معين مش موجود لا هنا ولا هنا. مزبوط. لا في الجامعات بسد الخاصه نقص. بسد نقص. يبقى هنا يبقى فيها نوع وظيفة. من التكامل. طب. وليس طب. المنافسه. انا هاجي للمحتوى ده وهتكلم فيه، بس هو السؤال اللي هطرحه على سيادتك والدكتور حسام، ونبدا بالدكتور حسام. اذا لم يكن المجتمع مقتنع، ما عندوش ثقافة الهبة أو الوقفية، ما عندوش الثقافة دي إنه يعمل جامعات أهلية، مش في الأجندة، المجتمع مش على أجندة كتير من الأثرياء أو على أصحاب الأعمال أو أصحاب المال أو 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 أو، والناس دي متجهة للمسألة الربحية. طب الدولة هنا بتسد نقص أو دخلة كرافعة، اتفضل. إلا لو كان هناك للدولة رؤية واضحة، والرؤية واضحة في رؤية مصر 2030 في التعليم. أنا برجع لمرجعية. كويس. ولما يبقى عندي تحدي أطلع له بحلول يناقشها المجتمع. كويس. يعني أنا عندي حل، وهو الشراكة بين القطاع الخاص وبين الدولة. الدولة تملك الأرض وتملك البشر المتخصصين، والقطاع الخاص يملك جزء من التمويل اللي مش جاي من الموازنة. خلي بالك أنا كده مش بحمل الدولة. قيمة دخول الدولة هنا يتديها منحات، يتقلل بها مصاريف، والقطاع الخاص اللي هو لسه ما نضجش عشان يعمل اللي احنا بنقوله، حتى لو له عائد تجاري ماشي في وقت معين. بس ده مش الحل. أنا ما أقصدش إن هو ما نضجش، أنا أقصد إنه مش على أجندته. لا لا، يعني اتصور يعني ان هل في يعني هل في مبادرات بجامعات اهليه ولم تجد سبيلا؟ في مبادرات في المدارس. يعني انا مثلا بشتغل في جمعيه اهليه، انا بسلم الدوله مدرسه كل 7 أشهر. كويس. حكوميه بلا مصاريف. هايل. كويس. كويس. الفكره الرئيسيه ايه؟ انت عندك تحدي بيقول، ومعلش اسمعني في دي كويس، لا معاك، ان رؤية مصر 2030 اللي تشرفت بان انا كنت جزء رئيسي من تكوينها بتقول ان المرحلة العمرية 18 لـ23 سنة في مصر لازم 45% منهم يبقى عنده مكان في التعليم العالي. كويس. احنا كام النهاردة؟ 32%. لسه بدري. وعندك زيادة سكانية بتتراكم طلع لك على على الليفل ده كده. يعني انا النهارده بعد 10 سنين اتصور ان 3.5 مليون دول هيبقوا 5.5 مليون جاي. عشان تستوعب 2 مليون جداد في التعليم العالي، فكر في ان الجامعه زيها زي الطفل، بيولد جنينا وينمو وينضج ويكبر عشان بعد 15 لـ20 سنة يستوعب من 20 لـ25 ألف طالب. فانت هنا لازم تربط الاحتياج برغبتك في التوسع، وتقول انا محتاج جامعات قدها قد ايه. كويس. طب انا النهارده انت بقى ما تقول انا محتاج التوسع ده، عشان كده قلت لك تعظيم سلام ان انا عايز اتوسع. اتوسع ازاي؟ لو انا عملت الجامعات بتمويل من الدوله فهي جامعات حكوميه. ماشي. اسميها حكوميه. هي جامعات حكوميه بمصاريف، صح؟ ومستوى المصاريف انت بتحدده. علشان تقول انا عندي عداله اجتماعيه، وانا بتكلم وانا فاهم انا بقول ايه، والتعليم اللي بمصاريف في الجامعه مش هيستقطب الاثرياء والقادرين ويهمش غير القادرين،
لازم يبقى عندك نظام تمويل طلابي. ده لما ينشأ لازم ده ينشأ. نظام التمويل الطلابي على خير ما الناس فاهمة، ما هوش زي التمويل العقاري ولا زي تسليف الناس عشان محتاجة فلوس. ده مفروض ان هو من غير interest rate، مفروض ان الطالب ما يسددوش الا لما يتخرج ويشتغل. فده في كل حتة في العالم محتاج فترة زمنية طويلة علشان يقدر يستعيد امواله. بس افتح في انجلترا لما عملوا هذا الكلام عملوا نظام تمويل، ودخل توني بلير اياميها للبرلمان يقول انا هنعمل، احنا محتاجين من الطلبة 3000 جنيه. ده توني بلير. الدولة بتحط 7 وانا عايز 3، احنا عندنا الدولة بتحط 9 باي ذا واي. يعني عندك الدولة بتدي الطالب 9000 جنيه وده حاجة كويسة، بس ده مش كفاية عشان ترتفع للمستوى ده. طيب فقال انا هعمل تمويل، الدولة هتحط بذور هذا التمويل. امخصص اياميها 4 مليار جنيه استرليني عشان يبدأ هذا التمويل مع البنوك. كويس. وراح للبرلمان وقال لهم هيدفعها الطالب لما يتخرج ويبقى إيراده 15000 جنيه في السنة. قالوا له لا 20، ودلوقتي بقت 25. بس الفكرة انك انت ايه؟ ما سمحتش لواحد غير قادر انه يخرج بره النظام. يخرج بره الجيب. طيب. يبقى انت عايز تتوسع، ولو انت عايز تملى 2 مليون في الوقت الحالي والجامعة بتستوعب 25-30 ألف بعد 20 سنة، انت تحسبها كده محتاج كم جامعة؟ انت محتاج مش 10، ده انت محتاج 100. طيب انا مواردي ايه؟ انا مواردي من الدولة ومن المجتمع. الدولة تملك ايه تدي غير الفلوس؟ البشر والارض. مش كويس. اخش فيهم بقى باللي بيسموه public private partnership. ده على فكرة مش الحل الامثل ليا. الحل الامثل ليا انه يبقى جامعات اهلية بصحيح، او الدولة بتنشئ جامعات حكومية بصحيح. لكن انا فاهم التحدي بتاع التمويل. انا النهاردة لما يتقال لي ان في 30 مليار جنيه محطوطة لانشاء 10 جامعات اهلية حسب التصريح الحكومي، انا كنت على طول افكر ان 5 مليار منهم يروحوا للتمويل، انشئ بيهم التمويل. كلمت رئيس البنك الاهلي قلت له انتوا ازاي ما بتشتغلوش في تمويل الطلاب؟ قال لي احنا عشان نشتغل في تمويل الطلاب هنعامله زي اي تمويل تاني، عايز كولاترالز، عايز ضمانات من اهله. ده مش تمويل طلابي، ده سلفه. الدوله لازم تحط الاساس في التمويل التعليم علشان اقدر انطلق من النقطه اللي انا فيها للنقطه التاليه بعداله اجتماعيه. عظيم استاذ رفعت. واضح ان الكلام هنا فيه تحديات كتيره. يعني اولا ليه الدوله تعمل جامعات اهليه مع انها اصلا تخصصها تعمل جامعات حكوميه ومحدش منعها؟ بالعكس ده المساحة واسعة، وإذا كان عندنا 26 أو 27 يبقى محتاجين الضعف خلال 5 سنين اللي جايين، والثلاث أضعاف خلال الخمسة اللي تاني. ماشي. الحاجة التانية الأهلية ممكن تنعمل المجتمع. ليه الدولة ما شجعتش المجتمع وتتفضل تعالى أنا فاتح لك نافذة خش وكمل واشتغل؟ الأمر التاني إذا الجامعات الخاصة، أنا كنت متخيل الجامعات الخاصة بتستقطب أكتر من كده، إيه اللي محجمها ومخليها في حدود 300 ألف اللي هو 7.5؟ لا شوف يا سهام دي، يعني بس عشان نوصف الموضوع بواقعه الحالي. طب. اولا في فتره الستينات وبعد ثوره 23 يوليو 52 ومشروع التعليم المجاني اللي تبنته الدوله، وقتها انا وانت اتعلمنا في المدارس الحكوميه المجانيه، ويمكن لو لم يكن هذا التعليم مجاني ما كناش كملنا تعليم. صحيح. وكان الاتجاه الى المدرسه الخاصه للطلبه الفاشلين واصحاب المجامع الضعيفه وخلافه. كان ياخد درس ده كان اللي ياخد عيب قوي يقول الدرس ده وواحد يستخبى وكلامنا. مع تغير الاوضاع وخاصه بعد حرب 67 و73 وخلافه بدا يظهر التعليم الخاص بجوده اعلى من التعليم الحكومي، وبدات المدارس الخاصه تكون اكثر جوده واكثر يعني جذبا لأولياء الأمور القدري. فبدأ هنا التعليم الخاص في التعليم العام يظهر بشكل كويس. عندما فوجئنا في سنة 96 بصدور أول قرار جمهوري بإنشاء 4 جامعات خاصة، كان صدمة للمجتمع إن يكون في تعليم جامعي خاص.
ما كناش متعودينها، لكن شوية بشوية بدأ الجامعات الخاصة إلى حد ما تجذب جزء كبير من الطلاب اللي بيبصوا هم أولياء أمورهم للوجاهة الاجتماعية، خاصة فيما يطلق عليه تعبير إحنا قد نتفق أو نختلف فيما يسمى بكليات القمة. وساعد على ذلك النظام الخاطئ في الامتحانات اللي بدأ يعطي للطلاب مجاميع فلكية، أعطى انطباعا كاذبا ان الأولاد بقوا عباقرة. إن مثلا أنا كولي أمر ما لاقي ابني جايب 97% و98% وما دخلش كلية الطب، هفكر إن هو يتجه إلى التعليم الخاص. ماشي. هنا بدأ الجامعات الخاصة تكبر تنتعش. وتزداد وتنتعش. لكن للأسف حاولت إنها تسترد رأس مالها في مدة قصيرة، فبدأت ترفع الرسوم بشكل كبير جدا. فمن هنا ما فكرت الدولة في ظهور الجامعات الأهلية، بدأت تاخد جزء من هذا الاهتمام أو هذا التوجه من الجامعات الخاصة. تقصد أن فكرة وجود جامعات أهلية بمعرفة الدولة أو بالدولة عايزة تعمل نوع من البالانس والتوازن؟ البالانس من ناحية، ومن ناحية أنها استهدفت فئة أولاً مجموعها مش عالي لدرجة أنها تخش كليات حكومية، وفي نفس الوقت ما معاش فلوس فلكية تخش الجامعات الخاصة، فعملت حاجة وسطية وسط في النص. ومن هنا بدأت تكلفة الجامعات الأهلية أو الرسوم المحددة. متوسط الجامعات الأهلية في الرسوم كام؟ في الكليات الطب 105,000 النظير كل مجموعة. لا ده وصل في الجامعات الخاصة 200,000 يعني. وبدأت تخفض شوية الرسوم السنة دي بعد ما قل الإقبال عليها ده في الجامعات الخاصة، بعضها 185,000 ب 170,000. بعض الجامعات الخاصة القليلة ده بالنسبة للطب بالتحديد حددت في حدود 105 أو 110,000 مساوية للجامعات الأهلية، إنما معظمها ما زالت فعلا رسومها مرتفعة جدا. هقف عندي بس هنا في مقاطعة لازم أعملها دكتور حسام. واضح إن هنا في سبب هو توجيه أن هناك مغالاة في الأسعار في الجامعات الخاصة. مختلف طبعا. طب اتفضل. ما تنساش ان في النهاية دولت 300,000 واحد وسط 3.5 مليون. يعني هم لا يمثلون قوة ضاغطة. والحقيقة انت مفروض تزود موازنة الجامعات الحكومية عشان تقدر تدي خدمة بجودة عالية. زي ما قلت لحضرتك التوسع مطلوب، لكن هتتوسع ازاي ده اللي مفروض كنا نناقشه قبل ما يصدر به توجه. يعني اتنين، وجود التمويل. تلاتة، احنا بنتكلم على ضمان جودة واعتماد عالمي. مظبوط. انت لا يوجد تعليم محلي، التعليم بقى عالمي، أسس عالمية. مش كل الجامعات، اغلب الجامعات الخاصة المتهمة في المجتمع، انا بشوف انها في ناس في الجامعات منها كويسة جدا، لانها جايبة ضمان جودة عالمي وبتشارك جامعات أجنبية وبتدي شهادة دبل ما بين مصري وخارجي يسمح للطالب. بس مش ده الحل. الحل هو في المجموع الأكبر. يعني تركيز الدولة يجب أن يكون في 3.5 مليون مش في 300,000. فلو أنا عايز أعمل حاجة وسط لازم أعمل نظام تمويل طلاب. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، الجامعات ليست مقدمة خدمة، الجامعات صناع حضارة. فرق كبير جدا من ان انا بعمل خدمة للطالب ان انا اعلمه، وفرق ان انا ببني البني ادم المثقف اللي شخصيته تسمح بالتعددية وتسمح بالاختلاف وقادر على المنافسة العالمية. وده ما بيجيش من منهج تعليمي جوه الجامعة، جودة التعليم. ده يجي من مناخ معايشة. يعني لازم تلعب رياضة، ولازم يكون في فن، ولازم يكون في حركة ومعامل واستوديوهات وكل ده موجود. خلي بالك انت لو بصيت لكل أبطال دورة طوكيو كلهم في الجامعات. مزبوط. والمدارس. مزبوط. كويس. فانت مش هدفك انك تدي شهادة، انت هدفك انك تبني إنسان. متفقين؟ وزي ما قلت لحضرتك عشان تتوسع عندك تحديين، تحدي التمويل وتحدي الجودة، الاثنين مع بعض. الجودة يمكن التوجيه الرئاسي كان الشراكات مع جامعات
معترف بها وعلى مستوى عالمي. عظيم جدا. ده كان توجيه محترم جدا جدا جدا. التوجه ده جوه تفاصيل. ماشي، ما التفاصيل يقعد على متخصصين بقى يعني. انا تفاصيل وتكلفه. يعني اقصد الاراده السياسيه هنا متجسده. الاراده السياسيه كويس. واضحه بالنسبه لي واعلنت ده في رؤيه مصر 2030. هي. احنا مش مشكلتنا ابدا في الاستراتيجيه ولا العنوان. ما انت عندك استراتيجيه حقوق انسان طلعت، وعندك استراتيجيه في التعليم طلعت، وعندك استراتيجيات كتير. الفكره في التطبيق ومتابعه التطبيق واصدار التقارير السنويه اللي بتقول هو احنا ماشيين على اللي احنا قلناه ولا احنا بنعمل حاجه تانية. السؤال هو احنا ماشيين على اللي احنا قلناه ولا بنعمل حاجه تانية؟ اتفضل. لا شوف يا استاذ حمدي، يجب ان نتفق على حقيقه مؤكده، وهو ان التعليم له تكلفه ولا بد ان تدفع. كويس. مين اللي يدفعها بقى وازاي؟ هنا نتناقش فيها. اتفضل. الدولة في الخمسينات والستينات كانت قادرة على الإنفاق على التعليم وتحمل مسؤولياته لأن يكون مجانيا 100%. بعد ذلك وبعد حرب 67 بالتحديد وما بعدها، بدأت الدولة لم تعد قادرة لا إنشاء المدارس كافية ولا إنشاء الجامعات الحكومية الكافية، ومن هنا بدأ يحدث هناك نوع من الضغط على الجامعات الحكومية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب. لدرجة تحولت إلى ما يشبه الحشر لأعداد كبيرة جدا. صح. في الجامعات. والدولة دلوقتي لم تعد قادرة على الإنفاق بالكامل على أن يكون هناك تعليم مجاني، ومن هنا بدأت هناك روافد التعليم الخاص والتعليم الأهلي تظهر وتخف الضغط على الجامعات الحكومية لتوجد روافد للي قادر على أن يتجه لها مثل هذه الروافد. اللي أنا أفهمه أن مثلا بالنسبة للتعليم الخاص في التعليم العام، مراحل التعليم العام وصلت لحوالي 25%، ما يكونش هو في مدرسة خاصة وبيدفع 120 و130 ألف جنيه في السنة ويجي يقول لي لا انا عايز مكان مجاني في الجامعه، عايز يكمل الناحيه بالضبط. فلابد انا ابقى قادر، يبقى هنا بدي فرصه لغير القادر ان يتواجد في التعليم الحكومي. وغير القادر لكن ليس لو بالنظام بتاع التمويل الطلابي مش هيبقى هتنتفي كلمه القادر. اما توصل حضرتك هدي لك نموذج واحد في جامعتين اتنين، جامعه القاهره اللي فيها الدكتور حسام وجامعه عين شمس في كليه التجاره على سبيل المثال. هل تعلم ان اجمالي عدد الطلاب في كليه التجاره جامعه عين شمس وصل لحوالي 72 الف طالب وطالبه؟ كليه التجاره في جامعه القاهره 66 الف طالب وطالبه. هل هذا هو التعليم الحكومي الجيد اللي انا مش قادر ان انا افك جامعه القاهره دي واخليها جامعتين 3-4؟ سيدي جزء من رؤية مصر 2030 انك تفكك الجامعات الى جامعات اصغر. بمعنى ان ما ينفعش جامعة القاهرة يبقى فيها ربع مليون دلوقتي. تقصد ان جامعة القاهرة فيها جامعة القاهرة الف وبه وجيم ودال، او جامعة القاهرة انت عندك باري 1 وباري 2 وباري 3؟ من اين تكون التكلفة بقى وبناء جامعات 1 و2 و3 زي باريس 1 و2 لحد رقم 8؟ الناس مش فاهمة ان التعليم في اوروبا العالي مجاني. انت بتتكلم على الدول اللي واخده نظام اقتصادي حر، التعليم مجاني. هي الفكره ان تكلفه التعليم لما بتعلى عن اللي الدوله مخصصاه يجب ان يسدد التكلفه حد. فاذا كانتش الدوله قادره، واحنا فاهمين ان الضغط كبير، يبقى ايه اللي يخلينا نسمح للجميع بالحصول على التعليم العالي من غير ما نعمل فصلة اجتماعية وننشئ مجتمع متعلم كويس غني ومجتمع مش متعلم كويس فقير؟ هي دي الفلسفة الرئيسية اللي بفكر فيها. أنا يعني ما باجي أقيس اللي سيادتكم بتقولوا على موضوع الجامعات الأهلية، الحقيقة يعني هل المجتمع المصري عنده رغبه يعمل جامعات اهليه؟ يعني انت من خلال تجربتك في قطاع التعليم يعني هل هناك مثلا؟ عشان كده قلت لك عايز نضوج الثروه. انا مش مختلف مع سيادتك. الى ان تنضج الثروه او ان تعبر الثروه عن نضجها يبقى شارك القطاع الخاص. انا رايي كده. ما اذا شاركت القطاع الخاص دخلنا في جامعات خاصه ولا انا غلطان؟ لا شوف يا استاذ حمدي، بالنسبه للجامعات الاهليه فلسفتها دلوقتي هتختلف تماما خلال السنوات القليله القادمه، خاصه مع التوجه ان من رحم الجامعات الحكوميه تنشأ جامعات أهلية.
يعني الدولة أنشأت الأربع جامعات الأهلية الحالية دلوقتي، جامعة الملك سلمان وجامعة الجلالة والعالمين والمنصورة الجديدة، كدولة أنشأت هذه الجامعات. من العام القادم والذي يليه هيدخل الخدمة من 10 إلى 12 جامعة أهلية خرجت أو هتخرج من رحم الجامعات الحكومية، هتستغل إمكانيات الجامعات. تقصد أن جامعة القاهرة يبقى لجامعة أهلية؟ لا، جامعة عين شمس يبقى لها جامعة أهلية بالضبط، وكل جامعات الصعيد دلوقتي ما بين بني سويف وأسيوط هيبقى لها جامعة أهلية؟ خلاص بدأوا يعني ما أقصدش إنشاءتها. يعني أنت كده هيبقى وجامعة حلوان لها جامعة أهلية، وجامعة عين شمس جامعة أهلية، هيبقى لها قرين أهلي يعني بالضبط. أستعين بإمكانيات هذه الجامعة الأهلية من مستشفيات وورش ومعامل وخلافه وأعضاء التدريس، وتكون برسوم على أساس تساهم في تمويل تساهم في تمويل أو توفير جزء من الإنفاق للجامعات الحكومية، وفي نفس الوقت لفئة قادرة. طب أنا عندي سؤال يا أستاذ. نعم. طب ليه في التوصيف ما قالوش جامعات خاصة أو جامعات حكومية بمصروفات؟ يعني ليه أهلية؟ تعبير أهلي لو تعريف، واضح إن إحنا متجاوزين التعريف. يعني إحنا يعني إيه يعني قصرا كده سميناها أهلية وهي ليست بأهلية؟ لا، شوف حضرتك، هي البداية أرادت الدولة زي ما الدكتور حسام قال إنها تجعلها منحة من قبل الدولة لتبدأ فكرة الجامعات الأهلية في الانتشار. كويس أوي، واخد بال حضرتك؟ زي أنت بتعمل نموذج. نعم. إما تيجي بقى الجامعات الحكومية تنشئ هي الجامعات الأهلية من رحمها، يبقى هي المراعي دلوقتي بالضبط. وبعدين فكرة الجامعة الأهلية يا أستاذ حمدي إنها تصرف من على نفسها، نفسها على نفسها. ويوجد يعني ويوجد نموذج لذلك. انما جامعه النيل ايه جامعه النيل، جامعه النيل وجامعه زويل والجامعه الفرنسيه دلوقتي دي كلها جامعات اهليه، ولا الجامعه اليابانيه في اسكندريه ملهاش ملكيه خاصه، تدار جيدا بمجلس امناء بالضبط، وتنفق على نفسها من مواردها. يعني احنا قادرين نعمل ده؟ طبعا. ما هي الفكره كده، هي تطبق، لابد انها تكون كده، لان دلوقتي الجامعات الحكوميه الدوله اللي بتصرف عليها من ميزانيتها، واذا كانت تحقق مكسب ما تحققش مكسب يبقى بيعود الى الدوله زي اي فكره ملكيه الدوله. يعني الجامعات الخاصه مملوكه لافراد وهم اللي بيصرفوا على الجامعه دي، وعائد الجامعه الخاصه بيعود في جيب هؤلاء الافراد. الجامعه الاهليه مش كده، الجامعه الاهليه عندها بتدير، لكن في النموذج اللي اتعمل الدوله عايزه تسترد استثمارها في الجامعه الاهليه بعد 25 سنه. يعني هنا انا ده اللي بيدهشني، انا بقول جامعه اهليه لكن في نفس الوقت بتصرف كقطاع خاص، لاني بقول انا عايز استرد اللي انا دفعته في 25 سنه. لو انا بفكر اقتصاديا فده استثمار مش جيد، لو انا بفكر علميا فانت عملت جامعه حكوميه اخرى بنفس الشكل لكن بمصاريف جوه. ده مهم، التفاصيل مهمه. الأستاذ اللي في الجامعة الأهلية بياخد ضعف اللي في الجامعة الحكومية، ثلاثة أضعاف. طيب يبقى أنت كده بطريق غير مباشر بتفضي الثروة الإنسانية بتاعتك لمكان آخر. أنا أخشى إن إحنا نلاقي بعد شوية الجامعات الحكومية بتاعتنا بتنهار، لأنك أنت بتاخد أفضل ما فيها. لا، مش هتنهار يا دكتور حسام، وأنت حضرتك راجل طبيب وعضو هيئة التدريس في كلية الطب في جامعة القاهرة، وأنت تعلم تماماً أن من يقوم بالتدريس في كلية الطب في جامعة القاهرة لا يزيد عن 25% من إجمالي أعضاء هيئة التدريس اللي موجودين في كشف كلية الطب جامعة القاهرة. والباقي في المستشفيات الخاصة وفي العيادات وخلافها أو معارين إلى الخارج. 25% فقط. الجامعات الحكومية بمرور الوقت تحولت زي بالضبط شركات القطاع العام، اوفر امبلويد، يعني فيها ناس اكتر من الاحتياجات وبتقدم خدمة اقل من المستوى بالضبط، والجودة واطية، وخاصة كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة بعديها والهندسة. انت عايز تفك المحنة اللي احنا فيها ديت، بس تبقى فلسفه واحده. عظيم. يعني انا دلوقتي انا عندي عايز افك المحنه اللي احنا فيها دي بفلسفه واحده. اخرج لفاصل في محاوله لفهم المحنه والفلسفه الحاكمه لها او لحلولها المستقبليه. اخرج لفاصل واعود لواصل. اهلا بكم من جديد. جاء
الجامعات الأهلية عندما تم التبشير بها والشغل عليها السنة دي، أولا مجتزة بقى الأنظار تماما، تخصصات بعضها جيد وواضح أن فيها تخصصات كانت مهمة وكانت ناقصة، أسماء بدأت تتردد كمان، بقى فيه النزوع كده يقول طب ما نجرب في الجامعات الأهلية. إذن الدولة عملت النموذج وقالت لهم أدي النموذج نكمل. أنا برضو بلح على الآتي، هل الجامعات الأهلية بهذا المنهج تستطيع جمعية أهلية أو جمعية مجتمعية أو شركة أو شركة سيارات مثلا تعمل رعاية الجامعة أهلية؟ يعني أقصد في هل ده موجود على أرض الواقع في مصر؟ لا ده مش موجود دلوقتي، مش دلوقتي، بس أنا عايز أشتغل عليه. طبعا لازم الدولة تعمل المحفزات لذلك. طب أنا عملته أهو. لا أنت عملت النموذج. أنت عملت النموذج، أنت بالظبط زي ما بتقول أنا بعمل هاي واي 5 حارات. وتخش الهاي واي ده وتقول رائع، بس هو الحقيقه ما بيوصلش بين الحتتين اللي انت عايز توصل بينهم والمخارج بتاعته ما عملتهاش مثلا يعني. فالحاجه لازم تبقى متكامله. مره اخرى الجامعات الاهليه الجديده في فلسفه التوسع ارفع لها القبعه كويس، لكن في التنفيذ بان الدوله شريك عايز عائد انا مش موافق. هي مالك، هي ما هي الدولة مالك لكل حاجة، ما اقصدش هي اونر وعايزة تسترد اموالها دي في حدود 25 سنة. نمرة 2 ان انا لو دخلت منافسة بقى لازم اخش منافسة عادلة، فلا لو نقصت المجاميع اللي بتخش الجامعة الاهلية عشان اجتذب الطلبة، انت الحقيقة بتنافس كل الجامعات الحكومية وغير الحكومية في الاطار ده. ما انت لازم تبقى يا مالك يا إما مراجع ومنظم وصاحب العدالة، يا ريجليتور يا كنترولر. هو هنا مالك ولا منظم؟ شوف ولا يا أستاذ حمدي، شوف يا أستاذ حمدي، الجامعات الأهلية كما بيعلن دلوقتي قدامنا بصرف النظر عن بعض الكليات اللي كانت كوبي بيست من الجامعات الخاصة الحكومية زي الطب وطب الأسنان والصيدلة وخلافه، لكن كثير من الجامعات الأهلية فيها تخصصات وبرامج مختلفة عن كويس الجامعات الخاصة والأهلية. وهذا ما إنما الجزء الأكبر أو اللي هو عليه العين اللي هي ما يسمى عليها كليات القمة تكاد تكون كوبي بيست. تعال حضرتك بقى في الجامعات الأهلية عشان تأكيد على الدكتور حسام اللي منافس، إنها اللي هتخرج من رحم الجامعات الأهلية الجامعات الحكومية، كيف يكون في سوهاج جامعة أهلية فيها كلية طب والجامعة الحكومية فيها كلية طب؟ كيف يكون الاثنين في داخل محافظة واحدة؟ أيوة يحصل إيه؟ ما هنا حضرتك يا إما أنا بكرر كبير. أنا يبقى أفك العدد ده وأبدأ أو جزء يروح للجامعات الأهلية بمصروفات اللي يستطيع وجزء أقلله في الجامعات الحكومية. أيوة الأهلية. الجامعة الأهلية بتاعت سوهاج دي اسمها جامعة الأهلية بسوهاج أو جامعة سوهاج الأهلية. إما يبقوا جامعتين اثنين في نفس المحافظة يجب أن يكونوا متكاملتين وليسوا متنافستين. ما يبقاش التخصص واحد. لا ما يبقاش منافسة. أنا عايز أقول حاجة برضو عشان الناس ما تتلخبطش، هناك فرق بين الملكية والسلطة الأكاديمية للجامعة. ماشي. والجامعات لازم كل واحدة يبقى لها شخصيتها. مظبوط. مختلف يعني عن الجامعات. ما ينفعش ان انا كله ولا إدارة. ما ينفعش هو كله زي بعض الشخصية. بالظبط. وبالتالي هنا تقصد ان الجامعة الام زي جامعة القاهرة تصبح ممولا وراعيا لهذه الجامعة الأهلية. هل الجامعة الحكومية دي عندها تمويل ذاتي تقدر تعمل بيه الكلام ده؟ ما هي برضو واخدة من الدولة. يعني اقصد اقول يعني احنا بنقول لكن في الحقيقة هي كله الدولة اللي بتصرف. ايوه اذا كانت الدوله هتصرف من الدوله تنشئها مباشره وخلاص. شكرا يعني شكرا. يعني ايه اللي يخليني اروح تحت تحت لافيت جامعه القاهره واعمل جامعه عاديه؟ انشئ اللي انت عايزه، زود مساحه القبول، وقول انا كدوله بانشئ هذه الجامعات بمصاريف وانا في نفس الوقت همول الطلاب. خليك واضح، لان ما باش انا كليه التجاره انجليزي وكلية التجارة عربي داخل الجامعة، ده بيدفع مصاريف وده ما بيدفعش، وده حصل يعني ده بيتعلم كويس وده حصل طب وده كلام الفرنساوي. خليك وفي انجليزي خليك واضح، هل الحقوق الفرنساوي والانجليزي كويسة؟ ايوه كويس. يعني الفكرة ان الافضلية والحاجة الكويسة اللي بتعملها لازم تكون تحت فلسفة
في الإدارة. لكن أنا نفس الدكتور داخل هنا وبياخد فلوس، داخل هنا بياخدش فلوس، والطالب هنا بيدفع، وهما الاثنين في نفس الكامبس، مش كده يا سيدي؟ خليك واضح، أنا عايز توسع ومش قادر على التوسع، فأنا هعمل public private partnership، شراكة، وهعمل جامعات أهلية وهعمل جامعات حكومية بفلوس، بس الجامعات الحكومية اللي بفلوس دي لها تمويل. الحاجة اللي انت سيادتك بتقولها دي انا هديها نموذج، يعني مثلا في كلية في 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 الجامعة الأهلية بتاع جامعة القاهرة، اما اجي اعمل كلية تجارة هعملها فرنساوي بس، يعني مش لازم اعملها عربي. بالظبط، العربي في الجامعة الرئيسية منافسة، ماشي، تخصص أنا مختلف بقى، لغات تجارة، لغات. بالظبط، تخصص مختلف، ولازم تكون لها استقلالية أكاديمية. لا ما هو خلاص بقى، ده خارج يعني اقصد التكامل اللي سيادتك بتتكلم عنه استاذ رفعت. انت هنا تجارة عربي، لا انت لو عايز بقى تاخد لغات اتفضل في الجامعة دي وادفع ولا استقلالية. هل انت بذلك بتقول او احنا بنقول ان هناك تعليم مستوى الاكاديمي اعلى من تعليم اخر؟ خالص، دي نوعية، دي نوعية ودي نوعية، صح؟ مظبوط. بس انت لو النوعية اللي بتدفع فلوس لها تمويل بقت زيها زي التانية، اقصد اقول انا هدفي ان العدالة الاجتماعية تتوفر في انت رايح فين باختيارك. مظبوط، يعني اذا اللي رايح الجامعه الاهليه، لا ما تبقاش في المطلق يا دكتور حسام العداله اللي الاجتماعيه. لحظه واحده ليه؟ الجامعه الاهليه واللي رايح الجامعه الخاصه واللي موجود في الجامعات الحكوميه بالمصاريف يبقى عنده ملاءه ماليه من الدوله عن طريق التمويل الطلابي. أيوة. تجعله في وضعيه هي نفس وضعيه المجاني بالظبط. طب شوف انا حضرتك في اخبار اليوم كلمه واحده. نعم. بس عايز اقولها هنا ان ال ال ال, ال, ال اللخبطه اللي حاصله في الثانويه العامه ومين يروح فين وكليات القمه، ده في قانون العرض والطلب اللي ثبت عبر التاريخ انه اهم قانون. انت ما بتحلوش في الثانويه العامه ولا المدرسه، تحله في ان في اماكن للجميع في الجامعات. كويس، خلاص تيجي بقى انت هو المساحه قد ايه ما بين اللي طالع والمتاح؟ لا، العرض والطلب ضخم، صعب، صعب جدا، لان المعروض اقل من عدد الطلاب. فالناس بتتخانق تروح فين، هي الفجوه قد ايه. لا شوف اقول لحضرتك حاجه، بالنسبه للجامعات الحكوميه والبرامج الخاصه اللي موجوده داخل الجامعات الحكوميه، وانا على مدى اسبوعين اتنين في اخبار اليوم نشرت بالتفصيل الرسوم الدراسيه التي تدفع في هذه البرامج داخل الجامعات الحكوميه. على سبيل المثال في كليه الطب جامعه القاهره فيها برامج خاصة ب95,000 جنيه، كلية طب الأسنان فيها برامج ب90,000 جنيه، وكذلك في طب عين شمس وصيدلة عين شمس وهندسة القاهرة وكل الجامعات أصبح البرامج هنا بفلوس، لكن ليس إجبارا على الطالب. هنا بقى العدالة الاجتماعية المفهومة اختلف، ليس إجبارا على الطالب إن هو لابد يخش البرنامج ده، أنا فتح لك البرنامج العربي تخش عادي جدا بالرسوم العادية. بس مش هكذب عليك، أنا كطالب متواضع الماليات أنا محروم من البرنامج ده ومش هفكر فيه. هنا تكلفة، مش هقدر عليه يعني. لا يعني أنت بتقولي في عدالة، اتوجد دلوقتي. أنا هنا حاسس بالحرمان وحاسس بالتمييز، وقد ألعن الظروف اللي خلتني أبويا معيش فلوس يدخلني البرنامج المهم ده. دي وجهة نظر ومدرسة مؤمنة بكده، إنما بتقول لك أنا لكن لو أنا عندي أسلوب تمويلي. طيب بتقول لك أنا دلوقتي الجامعات الحكومية أو الدولة لم تعد قادرة على تلبية احتياجات الجامعات الحكومية من النسبة للإنفاق، وأصبح هذه البرامج تمثل ما بين 40-45% من دخل احتياجات الجامعات الحكومية. وإلا لو أنا ما عملتش كده هينهار التعليم الجامعي. أنا مش ضد حاجة خالص، بالعكس أنا مش ضد ده. ده أنا بقولك يتعظم هذا الأمر اللي ده جودة التعليم. بالنسبة للجامعات الأهلية بقى في شكل الأداء، يعني بالنسبة للجامعات الأهلية، جامعة القاهرة تعمل جامعة أهلية، المفروض بقى الجامعة الأهلية بقى أستاذ حمدي دي فلسفتها وإن شاء الله أنها تجذب الطلبة الوافدين بدل ما الطلبة العرب وخلافه في الجامعات الأهلية. المفروض الجامعات الأهلية تهتم بعملية البحث العلمي. أيوة. عشان تحل مشكلات المجتمع ويبقى لها عائد. عظيم. من حل هذه المشكلات، زي ما هي جامعة هارفارد بتعمل على سبيل المثال. كويس. مشكلات في شركات صناعية معينة انت بتيجي بتبحث عن حلها وتاخد عائد من ذلك، بتدعم وتمول الجامعة الأهلية. الجامعات الأهلية المشهورة في سواء في أوروبا أو أمريكا
بيطلع منها شركات. انا مش مختلف بس انا عايز اقول يعني التيويشن فيز المصاريف الطلابيه لا تمثل في الا جزء هذه الجامعه الا 30% بالظبط. اقصد يعني اذا كان النموذج العالمي كذا والمواصفه العالميه كذا، بس انا الحاله المصريه من التعقيد بمكان والله مش معقده. لا يعني اقصد ايه؟ يعني اقصد ايه؟ والله مش يعني معقده، هو تحدي. لا يعني اقصد لكنه إيه؟ انا ما عنديش مجتمع مقتنع بفكره التعليم وان يعمل وقفيه تعليميه كويس. يعني مثلا الرجل الاعمال اللي بيعمل جامعه بيعمل جامعه خاصه بس حمدي مكسب وخساره. انت مركز على مصدر الانفاق بتاع الجامعه الاهليه. الجامعه الاهليه ايوه، مش انت عايز تعمل جامعه اهليه؟ عايز فلوس كويس. طب الفلوس هتيجي منين دلوقتي؟ الدولة لما لقت مفيش ده عملت جامعة عادات ليه؟ ما عندناش مانع. طيب بس ما تغيرش اسلوب قبولها عن قبول الاخرين. هي مغيرت اسلوبها في لا شوف هي بتقبل اقل. لو بتقبل اقل في حالة تمييزي. لا شوف يا سحامي، مش اقل وبس. لا والسعر ثانية واحدة. الدكتور حسام كان اشار الى التعليم في اوروبا مجاني. نعم وانا مثلا على سبيل المثال المانيا، وانا دي رحتها ممكن دي 25 مرة وبحثت كل تفاصيل العملية التعليمية فيها. أيوة. تكلفة الطالب مثلاً 100,000 جنيه، التلت تدفعه الدولة على المستوى المركزي ماشي، التلت التاني من عائد وأرباح الشركات والمصانع والهيئات التي تستفيد من مخرجات التعليم الجامعي، وده بيخصم من أرباح كويس. هذه الشركات التلت التالت عشان أدي منحة للطالب ما دام إن هو هيذاكر وهيجتهد وينجح يبقى مجاني. التلت التالت وده عايز التشريع، الولايات نفسها من خلال عائد الضرائب اللي بتحصلها بتساهم في التلت التالت بالنسبة لتكلفة الطالب. يبقى إذن في الحالة دي التعليم نعم في أوروبا مجاني ولكن تكلفته بتدفع بتدفع من أي جهات؟ هذا التلت الدولة، التلت الشركات والمصانع، التلت الولايات. أنا هقول لك نموذج لطيف. لما أدخلت بريطانيا ان الطالب يدفع 3000 جنيه فوق ال 7000 جنيه اللي الدوله بتدفعها، عملت تمويل، وفي الناحيه الثانيه قالت للجامعات اللي هيخش في برامج بحثيه اوروبيه كبيره هديله تمويل زياده كويس، وقالت لكل الجامعات عليكم ان تسعوا ان يجوا لكم طلاب اجانب في حدود 20%. هو ده اللي كان بيقول عليه الدكتور. ليه؟ لان الطالب الاجنبي هيدفع التكلفه كامله. مصدر تمويل مصدر تمويل. بس الطالب ده يجي لك ليه الا لو كان مخرجاتك ثبت بمرور الوقت انها عندها شغل وانها بتكسب؟ يعني اقصد اقول واحنا بنتكلم النهارده الحكم المستحيل الا بعد 7-8 سنين كويس، واخد بالك؟ فانت لازم الواحد يكون شايفها كلها على بعضها. انا مش مختلف، انا اتكلمت عن الفرصه والمنحه والانداشه، وقفت عند الدهشه بقى واتكلمنا كتير. لا قصدي لا الدهشه الدهشه عندي ان هناك جامعات اهليه موجوده فعلا وربحها داخل فيها والدوله بتسحب اراضيها او بتوقف شغلها. زي دي الدهشه بتاعتي. زي ايه؟ زي جامعه النيل. ايه مشكله جامعه النيل؟ اتسحب منها 100 فدان عشان يبقى حاجات تجاريه. الله، طب انت عندك جامعه شغاله اهو. طب هو 100 فدان ده كانوا مستخدمين؟ لا بس كانت المساحه اوفر قوي. يعني رئيس الوزراء، يعني اسال سؤال بسيط، عندما ياتي على مصر رئيس وزراء ويقرر ان يعمل عطيه بزياده شويه لجامعه من الجامعات بالضبط، ولما تيجي تضبط الايقاع يبقى دي الاشكاليه. لا عايز اقول لك انت رايح في حته تانية فاضيه. اتفضل. وبتدي برضه 100 فدان. اقصد اقول لك عندك جامعه شغاله بس دي لم تؤثر، عايزه تتوسع بس لم تؤثر، عندها مشاريع. لم تؤثر على الجامعه خالص لان ما تشغله جامعه النيل حاليا دلوقتي المساحه المتبقيه تكاد تضم ضعف المباني الحاليه. الاوفر هو اللي اتسحب. مقدمه تفاصيل للتوسع اللي هو هيبقى ارخص من المليارات اللي بتدفع في الجامعات الجديده. ما انت عندك اهي استخدمها. عدد المتقدمين لها دكتور حسام لا يتيح لها عملية التوسع بشكل كبير زي ما حضرتك تتخيل، مهما كان عملية القبول سواء عليها أو جامعة زويل وخلافه أعداد محدودة. إيه مشكلتهم يعني في الأعداد؟ لا هي أصلا مرتبطة برضو بمصاريف، يعني مصاريف صرف النظر عن أنها تحولت إلى أهلية وخلافه، إنما مرتبط مصاريف ورسوم كويس. فكثير من الطلاب مش قادرين على دفع هذه الرسوم بيتجهوا إلى جامعات أقل. اتفضل. أنت عندك في العلم بيقول ان انا بعمل تصوراتي لقبول الطلاب
على الخمس سنين الجايين اللي على أساسه كويس. أبني يعني في الجامعات دلوقتي مثلا في بعض الجامعات الخاصة كان الهدف بتاعها 1200 طالب هذا العام اللي دخلها 800 كويس. ده لو وصلت 800 جامعة النيل كان الهدف بتاعها 1300 طالب اللي دخلها 500 بس دي جميع الجامعات الخاصة كويس. دكتور حسام تأثرت بالسلب بالأداء دي جامعة النيل دي والجامعات الأهلية التانية لو عدد الطلاب قل انت بتقضي عليها. طب هي مش جذابة؟ لا هي جذابة لانك انت لما الطالب يكتب الرغبة الاولى جامعة النيل والرغبة التانية كويس. وتدي له الرغبة التالتة ليه ادي الرغبة التالتة ليه؟ عشان تروح الحاجات الجديدة اللي انا فتحتها. لو مجموعه بناء على العدد المحدد لهذه الجامعة وده مش انا بقولك اقولك الحقيقة الواقعة. لا ما ده الكلام برضه الطالب بيبقى كاتب رغبات يعني تقصد ويروح للرغبة التانية تقصد ان هناك توجيه سياسي في البتاع ده؟ ايوه وده الاول مرة في سنة تنسيق الالكتروني على حسب ترتيب الرغبات وعدد الاماكن المتاحة. يا استاذ رفعت هنا بيتكلم تأكدوا النبي يا رفعت دكتور حسام بيتكلم في اطار ايه؟ انه توجيه في مكتب التنسيق ان بلاش الجامعات دي ودي الجامعات دي. لا 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 غير صحيح قولا واحدا غير صحيح. انا عندي دلوقتي 26 جامعه كويس ولاول مره السنه اصل ده برنامج يا استاذ. ايوه قول لي بس ما تقول اول مره السنه دي يطبق التنسيق الالكتروني زي مكتب كويس. التنسيق الحكومي بالظبط. هل انا عندي في مكتب التنسيق الحكومي توجيه ان ما تروحوش لطب القاهره وتروح لطب سوهاج ولا اسيوط ولا قنا؟ لا كبرنامج الكتروني مستحيل. عندك توجيه جغرافي فين؟ التوجيه الجغرافي معروف على حسب رغبات على حسب رغبات الطلاب رغبات الطلاب يعني والعدد المحدد لكل كليه. هل تعلم حضرتك ان السنه دي بعد اعلان نتيجه المرحله الاولى للتنسيق في الجامعات الخاصه لم تشغل الجامعات الخاصه سوى حوالي 50% من الاماكن فيها في كليات الطب وحوالي 42% في كليات الهندسه؟ اذا كلام ده الكل. كلامك ده معناه ان في اماكن وفي اماكن انا ببني جديد ليه بقى؟ ما هو هنا بقول لحضرتك بقى عشان تبقى عمليه تكامليه وليست تنافسيه. لا استناني بس السؤال ده مهم. يعني اذا كان النهارده الجامعات الخاصه مش واخده طاقتها كامله وناقص عن طاقتها 20-30% السنه دي بس لان اصبح في رافد جديد هي الجامعات الاهليه واصبح ده خدت كام الجامعات الاهليه؟ لا هي لسه لسه يعلن حتى الان انما يعني. السنه اللي فاتت احسبها تاخد قد ايه الثلاث جامعات السنه من عارف الرقم فضل. السنه اللي فاتت الثلاث جامعات خدت 2200 طالب ومعظمهم في كليات الطب والطب. هنفترض النهارده الاربع جامعات قد يصل الى 4500 لا زود كمان 5000 6000 طب طالب. يعني ده لكن هناك شيء مهم جدا. هل ده غير في خريطه بدا يظهر لنا دلوقتي يا استاذ حمدي مع ارتفاع الرسوم الجنوني في رسوم الجامعات الخاصه وبالتالي وقله عدد الاماكن المحدده في الجامعات الحكوميه بدا كثير من الطلاب يتجهوا الى الخارج في روسيا واوكرانيا يكاد يكون هناك شبه قبول بدون رسوم بس تعالى لمجرد انك انت تقيم وتصرف وسياحه تعليميه وخلافه وبدا بحوالي 4000 دولار يتجه الطالب الى الجامعات الروسيه. انا رايي ان الكلام اللي احنا قلناه ده ممكن يلخبط المشاهد. طب بالراحه فايه نفهم. بقى رايك بصفتك الصحفيه ان الارقام اللي احنا عمالين نقولها ده يتعمل بيها احصائيات حقيقيه ونشوف الواقع ايه لاني انا مش عايز اتكلم في الفراغ. يعني انا بقول ان عدد الطلاب اكتر من عدد الاماكن وبعدين بقول عندي اماكن ما بيروحهاش طلاب يعني دي بالنسبه لي مش مفهومه صح. يعني انت عندك عدد طلاب من الثانويه العامه اكتر من الاماكن المتاحه مفروض كويس وبنقول ان في اماكن متاحه ما بيخشهاش طلاب يمكن في كليات بعينها بغض النظر انا طيب. دلوقتي طيب عشان كده بقول المعلومه محتاجه عايزه توثيق اللي محتاج الشغل على الارض وبعد ما يخلص مكتب التنسيق. طب الدكتور حسام بيتكلم فيه كلام واضح جدا خط المستقيم قبول رسوم امتحانات كل اللي انت عايزه اعمله بس خط مستقيم علينا جميعا سواء خاص او اهلي او حكومي ده بيخلق ما يسمى بالعداله التعليميه المفترضه والتي يجب ان نلح عليها. جميل الخط المستقيم هنا يا استاذ حمدي وانا هتفق مع الدكتور حسام اللي قال هو بيطالب بجوده العمليه التعليميه. تمام جوده العمليه التعليميه في الجامعات الحكوميه لن تتحقق بطبيعة الأعداد التي يتم حشرها حاليا في الجامعات الحكومية. جودة العملية التعليمية لا يمكن تتاح
ليها إذا كنت أنا بقبل فيما يسمى بالانتساب الموجه ما يقرب من 60,000 طالب وطالبة في كليات زي التجارة والحقوق والأداب والخدمة الاجتماعية لطالب ما بيحضرش الدراسة خالص وبيجي في الآخر بياخد شهادة ويمتحن وياخد شهادة في نهاية السنة إن هو خريج تجارة القاهرة أو تجارة عين شمس أو حقوق القاهرة وعين شمس. لما أنا أخد في الجامعات الحكومية الطاقة الاستيعابية الحقيقية التي تتيح لي إن أنا أجود من العمليات التعليمية هيبقى عندي فائض من الطلاب اللي يروح الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة صح. وكل نوعيات الجامعات اللي موجودة وبالعكس أنا عايز لكل مليون طالب جامعة في مصر لكن أنا عندي سوء توزيع للطلاب. أنا بتغنى كمسؤول في التعليم العالي ولا التربية والتعليم إن هناك مكان لكل طالب في الجامعات الحكومية بأي عدد ما أنا أخد 10,000 طالب في كلية تجارة كل سنة وهي الطاقة الاستيعابية. هل ده المقصود؟ هل ده المقصود؟ هي بص هو نظام عبر السنين تراكم. لا أصلا أنت لابد أفكه بقى لابد أفكه يعني مثلا إيه؟ أنا هنا مش بشتغل سوبر ماركت أنا بشتغل جامعات بالضبط. يعني إيه جامعة تعمل كلية طب عندها ب 195 جامعة تانية بتقدم نفس الخدمة اللي هي كلية الطب ديت ب 130 الجامعات الخاصة أنا بتكلم نعم. ماشي وبعدين أمومية 95 دي بتاخد 96% و 130 دي ممكن بتنزل كمان تاخد 92%. يعني ايه ده؟ يعني انا اقصد ان في رقم للقبول للجميع ان كلية الطب ما تنزلش عن 92% لا مثلا. انا هقول لك انا لو وان مصروفاتها ما تقلش عن كذا. انا لو انت عندك شفافية في ميزانيات الجامعات خلي بالك انا قلت لك ايه الملكية ما تفرقش عندي كويس. انا انت في جميع الاحوال عندك إدارة ذاتية حرية أكاديمية والجميع معرض لضمان الجودة والاعتماد والجميع عنده مراجع حسابات بيطلع ميزانية حقيقية بتقول الموقف بتاعي إيه حلوة. لأنك أنت مش في كل جامعة تكلفها زي التانية صحيح. يعني أنا ممكن أكون متفق مع هارفارد وهارفارد بتاخد مني قد كده علشان تديني منتج البرنامج بتاعي مظبوط فانا مصاريفي اعلى لاني عندي اتفاقات اخرى وده ما عندوش هذه الاتفاقات ومصاريفه اقل بس. الطالب انا هدفع ثمن هارفارد من اخره يعني لو الطالب بيخش في اطار تنافسي للحصول على مكان في جامعه هو يرى انه لو دخلها عنده فرصه كويس ان هو يتعلم احسن كويس. ده كله مفروض انه نظام واحد ايوه بيطبق على الجميع ولتتنافس الجامعات على جذب الطلاب ويتنافس الطلاب في الحصول على الافضل ما يعوقهمش ان انا ما معيش فلوس خلاص بس هي دي التكه بتاعتي. انا متفق معاك من البدايه من اول ده اول الحلقه ان موضوع الدعم الطلابي او القرض الطلابي التمويل الطلابي ده لابد ان يدرس واعتقد ان يعني الاستاذ طارق عامر موجود وهو صاحب مبادرات في هذا الامر ممكن لا وانا والاستاذ هشام عكاشه في البنك الاهلي انا اتكلمت معاه وقال لي احنا درسنا الموضوع قبل كده وما انا عايز كمان انا عايز ان البنوك الكبيره تخش طبعاً وتكتف مع بعضها طبعاً وتقدم مشروع محترم يقدروا ينقذوا التعليم ده احنا هننقذ التعليم ده هننقذ مستقبل مصر كله طبعا وهذا طبعاً مشروع اولى بالرعايه واولى بالدعم ايضا وقبل بالتوفر عليه ولا انا غلطان؟ لا متفق معك تماما لان تكلفه التعليم لابد ان تدفع وانا ابحث عن موارد لهذه التكلفه ايا كان شكلها ومين اللي هيدفع سواء من خلال التمويل الطلابي من خلال البنوك من خلال ارباح الشركات وخلافه اللي هتستفيد من مخرجات العمليه التعليميه انما دلوقتي الدوله لم تعد قادره على توفير كل احتياجات العمليه التعليميه ولا دوله في العالم, تستطيع عشان نكون منطقيين وواقعيين خلينا في مجال التعليم الإرادة السياسية متوفرة وأعتقد أن المجتمع يستطيع من خلال هذه الإرادة أن ينشط قدراته الذاتية ونجد فعلا مكان تعبير مكان لكل طالب ده بحقه حقيقي مكان جيد أهم ده مهم قوي بالمواصفة كده جيد ومحترم ويؤهله لسوق العمل.